وللتعليق على موضوع ينضم إلينا من إسطنبول عبر الهاتف المتخصص في الشأن السوري صالح فاضل. أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح. بداية، المعارضة المسلحة تنتظر توضيحات اتفاق سوتشي بشأن إدلب، ما توقعاتكم لشكل تنفيذ مخرجات قمة سوتشي وإلى أي مدى يمكن تطبيقها؟ حقيقة الأمر يعني نحن من خلال تتبعنا لكافة المعاهدات والارتباطات التي تكون فيها روسيا طرف، تكون هذه المسألة غير مضمونة ابتداء من الغوطة وانتهاء بدرعة. ولا أدري إدلب إن كانت هذه المسألة فيها أيضا أمور خفية على الثوار، هذا ما ننتظر بعض التوضيحات ليكون لنا الموقف الحاسم من هذه المسألة. ولكن ثقتنا بتركيا وحكومتها ثقة كبيرة، ونأمل أن تكون كافة الفجوات مغلقة في وجه النظام والمجرمين الروس، لأنهم لا عهد لهم ولا ميثاق. فصائل، هيئة تحرير الشام في إدلب لم تصدر بعد موقفا رسميا من الاتفاق، يعني هل تعتقدون أن هيئة تحرير الشام ستكون العصا التي ستوضع في الدواديب؟ ربما تكون هيئة تحرير الشام أو ورقة في جانب الثوار أحيانا، ويمكن إذا أسيء استخدامها أيضا يستخدمها الروس. لكن بكل الأحوال الأتراك متخصصون بالشام الشمال السوري بدقة، ويعرفون كيف يتعاملون مع ملف هيئة تحرير الشام، ويعرف الجميع أن هناك مفاوضات سياسية ومداولات كثيرة تحصل بين الأتراك وبعض فصائل المعارضة مع هيئة تحرير الشام لإنتاج حل يرضي المجتمع الدولي ويرضي الشعب السوري، ولمنع أي مبررات للهجوم على إدلب. يعني مع سعي تركيا الجاد لإيقاف المجزرة المحتملة في إدلب، الأمم المتحدة تعلن عن فتح تحقيق في جرائم حرب التي وقعت في سوريا. هذا القرار كيف تقرؤونه في ظل تجاذبات حول الحل النهائي ومصير بشار الأسد؟ الحقيقة أنا أرى أن بعد حل مسألة إدلب، بشار الأسد، هذه الورقة التي تستخدمها روسيا والولايات المتحدة وغيرها وكل المجتمع الدولي، ورقة بشار الأسد سقطت وانتهت، ولا بد من البحث عن حل سياسي شامل وكبير. ولاحظ أن اللجنة المصغرة أو الهيئة المصغرة التي شكلتها بعض الدول تسير بهذا الاتجاه لاختصار سوتشي والاختصار أستانا وحتى والاختصار جنيف، ويبدو أن الحل السياسي وإزالة بشار الأسد قاب قوسين أو أدنى بعد ترتيب بعض القضايا الخاصة في إدلب. هل تعتقدون أن المجتمع الدولي جاد يعني في رفع المعاناة عن سكان إدلب وباقي المحافظات المحررة التي تعاني من نقص المقومات الإنسانية اللازمة للحياة؟ بقدر ما تحقق هذه المسائل مصلحة المجتمع الدولي، مصلحة روسيا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وكل هذه الدول، بقدر ما يسعى المجتمع الدولي لإزالة هذه المعاناة. من جانبنا نحن لا نعول كثيرا على هذا المجتمع الدولي، لكن على الثوار أن يوحد الصفوف، أن يكونوا منتبهين إلى المخاطر السياسية والعسكرية التي قد تؤذي الثورة السورية، وبالتالي العمل على إيجاد ممثلين حقيقيين للثورة السورية وفق معايير وضوابط. لا يجوز لأي مفاوض سياسي أو لأي عسكري التنازل عن هذه المعايير، والتي أقصد بها ثوابت الثورة السورية، وعلى رأسها إسقاط بشار الأسد وأذنابه وإخراج المحتلين من سوريا. الأستاذ صالح فاضل المتخصص في الشأن السوري كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.